السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا أشرف خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم أحلامنا الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل أحلامنا وأن يحقق آمالنا وأن يصلح أحوالنا وأن يهدي شبابنا ورجالنا ونساءنا وأطفالنا إلى طريق الخير ورشاد، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صالح البلاد والعباد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يوسع أرزاقنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يحسن ختامنا، آمين يا رب العالمين. يسعدنا ويشرفنا استقبال اتصالات حضراتكم لتفسير أحلامكم بما يمن الله سبحانه وتعالى به علينا من علم. نسأل الله تعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين، وما كان من صواب فمن الله الحنان المنان، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، نعوذ بالله تعالى من شر شياطين الإنس والجن، آمين يا رب العالمين. الأستاذة صبرين تقول: رأيت أنني أقرأ قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رأت الأستاذة صبرين أنها تقرأ هذه الآية الكريمة في المنام. لابد من توافر الإيمان والعمل الصالح معا، والآية الكريمة تخاطب الرجال والنساء. إيمان بدون عمل يكون إيمانا ناقصا، وكذلك عمل صالح بدون إيمان لا يكون عملا كاملا أبدا، فلا بد من توافر الاثنين معا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان وعمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية الكريمة تبشر الذين يعملون الأعمال الصالحة وهم مؤمنون إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى بأن لهم حياة طيبة. قال السادة المفسرون بأن المقصود بالحياة الطيبة هنا في الدنيا، الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة السالمة، الحياة الآمنة المستقرة في الدنيا. وطبعا ولنجزينهم أجرهم، لهم حسنات كثيرة تنفعهم في الآخرة، ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة لا تكون بكثرة المال فقط، يعني مش كل الرزق فلوس، ولكن أهم شيء هو أن ينعم الله تعالى على الإنسان بنعمة القناعة، بنعمة الرضا، أن يرضيك الله عز وجل. ولذلك أشرف دعاء وأفضل دعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك، فإن الله تعالى إذا رضي عنك أرضاك، أعطاك كل ما تتمنى بإذنه تعالى. هناك أناس معهم ملايين ومليارات ومع ذلك لا يشعرون بالسعادة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم ينعم عليهم بنعمة القناعة، بنعمة الرضا. وهناك أناس يعيشون على قدر طعامهم وشرابهم بالكاد بالعافية، عايشين بالزق زي ما بنقول، ولكن مع ذلك عندهم سعادة والله لا تتوافر أبدا، يعني عشرها لا يتوفر لمن عندهم مليارات. ولذلك يقول لك أهم حاجة أن محدش يجي يخبط بابك ويقول لك اديني اللي عليك. ولذلك ندعو بالصحة والستر، أهم شيء هو الصحة والستر. نسأل الله تعالى أن ينعم علينا
بالصحة وبالستر، آمين يا رب العالمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى طلب إلى كل من يريد أن ينعم عليه بنعمة الأمن والأمان والاستقرار والسعادة أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلذلك لابد من تقوى الله لكي يكرمك الله سبحانه وتعالى بما تريد وبالمزيد وزيادة. فهذه الرؤية الطيبة تدل وترشد الرائية بأنها لابد أن تتقي الله سبحانه وتعالى، أن تعمل أعمالا صالحة، أن تخشع لله عز وجل. إن كانت من الذين تتوافر فيهم صفة الإيمان والعمل الصالح يبقى تبشرها بالسعادة في الدنيا والآخرة. أما إن كان إيمانها قليلا أو عملها قليلا فالآية ترشدها إلى وجوب الإيمان والعمل لكي تحظى بالسعادة بالرضا بالستر، آمين رب العالمين. الأستاذ مصطفى يقول: رأيت في المنام إبلا كثيرة، إبل جمال. الإبل الكثيرة في المنام أموال كثيرة. من رأى في المنام إبلا كثيرة فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينعم عليه بالمال الكثير الوفير. طيب إذا رأى المريض إبلا، رأى جملا، فهذه الرؤية تدل على أنه اقترب أجله، يعني نذير فراق، تدل على أن أجله قد اقترب. رؤية الجمل لمن يريد السفر، واحد ناوي يسافر وشاف في المنام جمل، هذه رؤية تدل على أنه سوف يسافر ولكنه سوف يشقى، سوف يتعب في سفره. ورؤية الجمل لمن يريد الحج فإن هذه الرؤية تبشره بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينعم عليه بنعمة الحج، يعني سوف يحج إلى بيت الله تعالى الحرام أو يعتمر إن كان يريد الحج أو يريد العمرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. طيب ذبح الإبل في المنام تدل على موت صاحب المنزل. الأستاذة أم عائشة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، ممكن أقول حاجة؟ تأمرين يا فندم، تفضلي. احنا انت خير، اللهم اجعله خير. انا قاعدة في الصالة بتاعتنا، قاعدين على سرير، يعني على الصالة في الصالة بتاعتنا انا واختي، يعني اختي نعم. دي اسمها آية. نعم. وابويا قاعد على الحصير في الصالة في الارض. وبياكل زيت زيتون بحاجة عندنا في السعودية اسمها فايش او صلاين. نعم. وبس كده بقول ايه هو ابويا بياكل ايه؟ راح بعد ما قام وقام من على الحصير ده ما فيش حاجة، يعني هو بس قاعد على الحصير لوحده. نعم. وببس كده حجيت اكل زيت الزيتون. نعم. والصابعين قاعد. وقلت الحلم على كده، ممكن اقول حلم تاني مع اذنك؟ طيب اسال حضرتك سؤال. والد حضرتك بيعاني من تعب ولا حاجه؟ تعبان، عنده سكر وعنده ظروف وكده، تعبان جدا يعني. نسأل الله تعالى ان يشفيه. طيب هو بياكل زيت زيتون؟ لا مش بياكل. بيحطه على الاكل على الجبنه او كذا او كذا؟ لا. طيب طيب الرؤية هنا ترشده إلى أنه لابد أن يأكل زيت زيتون، يحطه على الفول. واخد بحضرتك على جبنة. تمام كده؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية طيبة جميلة. وسألت الأخت الفاضلة أم عائشة لأن هي شافت زيت الزيتون، وزيت الزيتون شفاء ومن أفضل الزيوت على الإطلاق للمريض ولغير المريض، يعني هو يقي بإذن الله تعالى من أمراض كثيرة ويدخل في علاج أمراض كثيرة. فالرؤية ترشده وترشدها إلى وجوب أن تطلب من أبيها أن يأكل زيت الزيتون، يضعه على الطعام البارد، طعام البارد، فول عزكم الله، جبنة قريش، والحاجات دي كلها جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. يمكن دي رسالة من عند ربنا إنها تقول لوالدها يأكل زيت زيتون. نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي جميع المرضى، آمين يا رب العالمين. وطبعا السرير في المنام راح، الواحد لما بيشوف نفسه يجلس على السرير أو ينام على السرير فمعنى ذلك أن الله تعالى سوف يسعده
سوف يريحه بعد تعب. وطبعا اسم آية اسم ما شاء الله جميلة، يعني اسم جميل، وربنا سبحانه وتعالى قد يريها آية، يعني قد يكون هناك شفاء لأبيها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل زيت الزيتون، يبقى يكون في شفائه آية إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذة حمدية فتحي تقول رأيت بلحا رطبا في المنام. البلح الرطب اللي هو البلح أعزكم الله الطري الجميل الذي يسهل ويستساغ مضغه وبلعه. البلح الرطب في المنام تبشر رؤياه بولادة الغلام الصالح، يعني لو امرأة حامل أو تنتظر الحمل نسأل الله عز وجل أن يرزق كل محروم وأن يبارك في أولادنا وفي شبابنا، آمين رب العالمين. ورأت في المنام البلح الرطب، إذن هذه الرؤية تبشرها بولادة الغلام الصالح بإذن الله تعالى. وبعدين البلح الرطب كذلك في المنام يدل على الرزق وعلى المال، والرزق أنواع كثيرة، يعني ليس الرزق مالا فقط ولكن الرزق صحة وإيمان وعلم وتقوى وحب الناس، رزق الرضا القناعة السعادة، كل هذه أرزاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير كله وأن يجنبنا الشر كله، آمين يا رب العالمين. طيب رؤية البلح الجاف في المنام، يعني إيه البلح الجاف غير الناضج، البلح الناشف؟ هذه الرؤية تدل كذلك على الرزق، ولكن الرزق الذي لا قيمة له لا منفعة من ورائه. واحد شاف عزكم الله بلح ناشف في المنام، في رزق جايله بس رزق لن يستفيد منه، فلوس هتجيله هيضيعها ومش هيحس بيها، مش هيجيب حاجة يعني يستفيد منها، لا فائدة تذكر من ورائه، مال يفنى سريعا. الأستاذ هشام يسأل عن تأويل رؤية البيض في المنام. البيض يؤول بالرزق ويؤول بالزواج ويؤول بالأولاد على حسب الرؤية، تفاصيل الرؤية، وعلى حسب الرأي. من كان ينوي الزواج ورأى أنه يكسر بيضة، واحد يعني ناوي يتزوج وشاف في المنام أنه بيكسر أعزكم الله بيضة كده وبيكسرها، فمعنى ذلك أنه سوف يتزوج بكرا بإذن الله تعالى. في كل ما نقول الله تعالى أعلى وأعلم، إن نسينا أن نقولها بأفواهنا فإننا نقولها بقلوبنا، الله أعلى وأعلم في كل ما نقول. طيب وإن صعب عليه كسرها، يعني شاف نفسه عزكم الله بيحاول يكسر في البيضة وصعب إنه يكسرها، تدل الرؤية على أنه سوف يواجه بعض الصعوبات والعقبات في زواجه، نسأل الله تعالى أن ييسر كل عسير، آمين يا رب العالمين. طيب خروج البيض من غير أهله من الطيور، يعني عزكم الله هناك طيور لا تبيض، ولكن رأيت في المنام أنها تبيض، معنى ذلك الرؤية تدل على الذرية غير الطيبة، على الذرية غير الصالحة. تقشير البيض المسلوق، واحد شاف نفسه عزكم الله بيقشر بيض مسلوق، ده طبيعي، ده خير ورزق، هناك خير ورزق سوف يأتيه بإذن الله تعالى. طيب واحد شاف نفسه يقشر البيض النيئ، بيضة نيئة كده وعمال يقشر فيها، يعني تيجي ازاي يعني غير مستساغ في الواقع، في الحقيقة هو صاحي، طب هو نايم، معنى كده ايه؟ انه يخوض في اعراض الناس او انه ينبش القبور والعياذ بالله تعالى. يبقى انا شفت واحد بيقشر بيضة نيئة، يبقى معنى كده ان هو بيخوض في اعراض الناس، غيبة ونميمة وسب وقصف وما شابه ذلك، اغش القبور. طيب من رأى في المنام انه يأكل بيضا نيئا، بيأكل بيض ني، ده معناه ايه؟ معناه انه يأكل اموال الناس بالباطل. اللهم الاستاذ خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ خالد اعاود الاتصال يا استاذ خالد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد شاف نفسه بيأكل بيض ني، أو شاف حد بيأكل بيضا نيئا،
ده معناه ايه؟ انه ياكل اموال الناس بالباطل والعياذ بالله تعالى. اللهم سلمنا ونجنا، اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، امين يا رب العالمين. الاستاذ عباس يقول: رايت انني اسقي الناس زنجبيلا، اللي هو الجنزبيل، بنقوله بالعاميه الجنزبيل. من راى انه يسقي الناس زنجبيلا فمعنى ذلك انه يرشد الناس إلى طريق الحق والصواب، وأنه يرشدهم كذلك إلى ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. رؤية جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. يبقى هو إنسان واعظ، إنسان يرشد الناس إلى الخير. ربنا يقول: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وباعد بيننا وبين النار. هاي هاي للتواصل معنا ضغط على رقم 2303 ويضغط على رقم 5 للتواصل مع العبد لله. يعني نتصل برقم 2303 ونضغط رقم 5 للتواصل مع العبد لله، مع أخيكم علي، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى أنه يشتري الزنجبيل، شاف نفسه عزكم الله بيشتري جنزبيل، ده معناه إيه؟ أنه يشري نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. شفت؟ طيب من رأى أنه يشرب الجنزبيل، واحد شاف نفسه بيشرب بقى، ده معناه إيه؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى سوف يحقق آماله وسوف يصلح أحواله. يبقى خير ولا مش خير؟ ده رؤى جميلة جدا، يبقى الزنجبيل ما فيهوش حاجة وحشة، بسم الله ما شاء الله يعني. طيب الأستاذ يحيى يقول: رأيت أنني مشنوق وأحاول أن أفك الرباط عن رقبتي، اللهم سلمنا ونجينا يا رب العالمين، حتى فككته. شاف نفسه في منام إن هو مشنوق، مربوط كده، رقبته مربوطة بحاجة، وعمال يحاول يفك هذا الرباط عن رقبته وفكه بفضل الله تعالى. يبقى الرؤية دي معناها ايه؟ معنى ان هذا الرائي الاستاذ يحيى يعاني من ضيق، من كرب، من هم، من غم، وربنا سبحانه وتعالى سوف يفرج كربه وسوف يبعد عنه الهم والضيق والكرب بإذن الله تعالى، وسوف يعمل بجد واجتهاد حتى يحقق آماله، حتى يحقق آماله. يبقى هو تعبان نفسيا او حاله واقف او كذا، لكن هو بيحاول يفك والحمد لله فك، يبقى في تغيير الى الافضل، في حياه طيبه، حياه سعيده، حياه فيها عمل، فيها كفاح، فيها انتاج، فيها تحقيق امال. نسال الله تعالى ان يصلح احوال شبابنا جميعا وان يوفقهم الى ما يحبه ويرضاه، هم والجميع، امين يا رب العالمين. ويتبدل حاله من الفقر الى الغنى، ومن الحزن الى الفرح والسرور. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. اللهم سلمنا ونجنا. الأستاذ عاطف يقول: رأيت أنني آكل بشراهة. شوف يعني شاف نفسه في المنام عمال يأكل بشراهة كده، كأنه ليه سنة ما كلش. يعني احنا في الواقع بنقول عليه أعزكم الله ده جعان قوي أو طفس زي ما بنقول. طب في المنام تفسيرها إيه؟ تفسيرها في المنام أن الله تعالى سوف يوسع عليه في الرزق. اللي يشوف نفسه بياكل بشاره. الاستاذ ابو كريم، السلام عليكم. الاستاذه الفاضله ام كريم، اهلا بيك. ممكن احكي حلمه؟ امريني يا فندم. الله يخليك، اتفضلي. انا جوزي في الكويت. نعم. فانا حلمت انه هو مات وجايبينه ميت. نعم. فانا ببكي بصوت يعني من جوايا، مش بصرخ كده يعني. نعم. صوت ببكي بشدي. نعم. فروحت الحمام استحميت، فانا خارجه قدام الناس بالبرنس كده، يعني الناس مستغربه ازاي جوزها ميت ومستحميه. فانا خجلت من كده يعني. نعم. بس ببكي بشده، بس من الحمام نظيفه وشكلي ابيض كده وجميله. ما شاء الله ما شاء الله، ده رؤيه جميله يا استاذه. هو حضرتك، اسالك سؤال يا استاذه. ايوه. حضرتك قلقانه عليه وخايفه عليه مش كده؟
لا بس انا عايزاه يجي يعني. في قلق وفي خوف وعايزاه يجي ويعني انت بتحبيه جدا بسم الله ما شاء الله، ودايما بتفكري فيه ودايما شايله همه، عايله همه دايما. ايوه مش كده؟ ان شاء الله الرؤيه دي طول عمر، وان شاء الله وهيجي بالسلامه باذن الله بمشيئه الله. تمام. وبعدين البكاء فرج، البكاء بدون صوت عزك الله ان شاء الله تعالى فرج باذن الله. وستات كتيره قاعده بس من غير صوت. نعم بقول لك، وستات كتيره قاعده في العزاء يعني بس من غير صوت. لا لا ان شاء الله طول طول عمر باذن الله له باذن الله، وهيجي بالسلامه ويبقى فيه هناء وفرح وسرور باذن الله بمشيئه الله. وطمنيني لما يجي بالسلامه ان شاء الله اتصلي بيا وطمنيني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا حلمت يا شيخ اني انا لابسه تيير كحلي وشراب ابيض، وفي واحده اسمها فايزه جيران واختها اسمها بخيتة، فبيبصوا عليا يعني وبيقولوا على التيير انه غالي وحلو. نعم ايوه بس كده. ده حياه سعيده ورزق ان شاء الله تعالى، وفرح وسرور وغنى باذن الله بمشيئه الله. ربنا يفرحك بمشيئه الله بقدوم زوجك، وهتلبسي اللبس الجميل الحلو اللي انت حارمه نفسك منه باذن الله. فزوج حضرتك هيجي بالسلامه ان شاء الله، وهتلبسي له ان شاء الله اللبس الجميل الكويس جدا باذن الله بمشيئه الله. فرؤيه جميله الاولى والثانيه بمشيئه الله تعالى باذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلى واعلم طبعا. الاستاذ عاطف اللي هو شاف في المنام انه ياكل بشراهه، يبقى ربنا هيوسع عليك في الرزق باذن الله بمشيئه الله. طيب نفرض ان واحد شاف طعام فاسد، راى طعاما فاسدا لا يصلح للاكل، تدل الرؤيه على الفقر والعياذ بالله تعالى. اللهم سلمنا ونجينا يا رب العالمين. طيب من راى انه والعياذ بالله تعالى يسير باقدامه على الطعام، واحد شاف نفسه او شاف غيره بيمشي باقدامه على الطعام، طبعا ده كفر بانعم الله تعالى، يبقى الرؤيه هنا تحذره من كفران النعم، وتدله وترشده الى وجوب ان يحمد الله سبحانه وتعالى، وان يحافظ على ما انعم الله به عليه من رزق، لان الله تعالى يعني غيره راض عنه، يبقى يشوفه مقصر ايه في نعم الله سبحانه وتعالى، ويصلح من نفسه ويغير احواله ويكون مع الله عز وجل لكي يبارك الله تعالى فيما رزقه به. طيب لو واحد راى في المنام طعاما متنوعا طازجا، انواع كثيره من الطعام، انواع شتى وطازجه وطيبه وكلها يصلح للاكل، هذه الرؤيه تدل على ايه؟ تدل على الغنى والرفاهيه والحياه السعيده باذن الله بمشيئه الله. زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا، اللهم اجعل الدنيا في ايدينا وليست في قلوبنا، امين رب العالمين. الاستاذه ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضلي. ممكن اقول رؤيتين صغيرين؟ امريني يا فندم. اتفضلي. مع حضرتك ام يوسف، اتفضلي. اول رؤيه؟ اول رؤيه انا حلمت ان انا لابسه فستان زي لونه لبني كده، او يعني ازرق هادي، وشكلي شكل زي الممثله اللي هي سعاد حسني. نعم. ورفيعه ومظبطه شعري، يعني انا جايه في هيئتها بالظبط، وفرحانه قوي بالفستان وعماله الف بيه، وجوزي قاعد قصادي على كرسي برضه مبسوط وفرحان، وانا عماله اقول له شايف الفستان جميل ازاي؟ شايف الفستان جميل ازاي؟ وجايه في هيئه الممثله دي، نفس جسمها ونفس شعرها. نعم. ونفس الفستان اللي انا لابساه، وفرحانه قوي بالفستان وشكلي جميل جدا. ما شاء الله. دي اول واحده. تمام. الرؤيه الثانيه؟ الثانية اللي هي حماتي المتوفية، حلمت بيها ان احنا زي ما نكون واقفين على محطة قطر او مترو، وهي واقفة معانا، وبعدين شايلة هي شنطة على كتفها ولابسة زي جلابية وبطنها عالية شوية، ولابسة جلابية يعني مش طويلة لغاية الارض، يعني قصيرة شوية، رفع فوق القدم رجلها شوية، وزي ما نكون هي في تشت كبير في كوارع في مية كوارع، وتست تاني في زي ما اكون فطير مشلتت، فزي ما اكون الحاجات دي بتاعتها، وهي بقى احنا زي ما اكون وصلنا على المحطه، وانا زي ما اكون واقفه معاها، وهي ملبوخه عايزه الحاجات دي تنقلها، ببص لقيت في عربيه حمراء بتاعتها.
نعم زي ما بقول العربيه بتاعتها هي، نعم وهي عايزه تنقل الحاجات دي. قمت انا ندهت اختي، قلت لها طب تعالي، ليا اختي اسمها ساره، قلت لها تعالي يا ساره انت نعم. ابن خالتي ودوا لها الحاجات دي على بيتها. نعم. وفي واحد راح راكب العربيه ما نعرفوش، وراح سايق هو العربيه، وزي ما اقول خدوا الحاجه والحاجات دي اللي هي الكوارع اللي في ميه والفطير، انا ليا فيهم معاها. زي ما اكون انا ليا فيهم معاها برضو، فبنقل لها الجزء بتاعها حاجتها يعني، بنقلها لها وعايزين ايه هي تروح. نعم. بقى نودي حاجتها، بس هي ما ركبتش العربيه، هي واقفه كل ده على المحطه. عايزه الحاجات بتاعتها تمشي تروح بيتها يعني. نعم. وانا واقفه على محطه منوره كده وهيصه، ومعهم يكون ولادي حواليا يعني، في دهشه كده وهيصه بس كده. طيب حالتك النفسيه ايه وانت بتشوف الرؤيه دي في المنام؟ لا اللي هي بتاعت حماتي. لا كنت عادي، ما فيش اي حاجه. انا حتى قمت مستغربه قوي، شايفاها قوي ظاهره قوي كده، وشها باين جدا وشكلها، استغربت واقفه معانا. طيب في حد تعبان في ولادها او ولادها بنتها؟ هي يعني ابنها بنتها، ابن بنتها، ابن ابنها كده. في ابن بنتها تعبان. نعم نعم تمام يا فندم، نسأل الله تعالى ان يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض. حاضر هفسر لحضرتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤية الأولى طبعا اللي حضرتك شفتيها، الملابس الجميلة دي، وإن شاء الله في سعد وفي حسن، سعاد وحسني حسن بإذن الله. والملابس اللي هي عزك الله الأزرق الهادي ده، ملابس مفرحة وجميلة وسعيدة إن شاء الله، في رزق قادم، في مناسبة سعيدة، في أفراح، في سرور بإذن الله. الحمام متوفى في محطة قطار، وبطنها عالي والجلباب قصير، هي زعلانة عشان في حد من أقاربها يعني تعبان وكده، لكن بإذن الله ربنا هيشفيه في بعد كده فرج بإذن الله بمشيئة الله. يعني الكوارع، الفطير المشلتت، العربية جايتين، الحاجات وحاجات ليها وحاجات ليكي، طبعا الحاجات اللي هتروح البيت عندها دي إن شاء الله رزق لأولادها بإذن الله بمشيئة الله، رزق بإذن الله تعالى لأولادها. وبعدين سارة، حتى اسم سارة اسم فيه سرور وفي فرح، إن شاء الله سوف يتبدل ما عندكم من ضيق إلى سرور وإلى فرح بإذن الله بمشيئة الله تعالى. وبعدين محطة منورة وجميلة، فدي حياة سعيدة إن شاء الله، سوف يحول الكرب إلى فرج، وسوف يحول الحزن إلى سرور، وسوف يحول الفقر إلى غنى بإذن الله تعالى، وسوف يحول المرض إلى شفاء. فالرؤية بإذن الله فيها بشارة بالخير بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ عبد الله يقول: رأيت أن أمامي قدرا به عجين كثير. شاف عزكم الله قدر يعني حلة فيها عجين كثير. رؤية العجين الكثير تبشر بالرزق الوفير، طالما العجين شكله حلو وجميل وطازج كده ويصلح ان هو يبقى عيش بعد كده، يبقى ان شاء الله تعالى في رزق وفير وفي فرح وفي سرور وفي مناسبة سعيدة بإذن الله بمشيئة الله. طيب اذا كان العجين ملوث والعياذ بالله، العجين ملوث يبقى معنا كده ايه؟ يبقى في ضيق، في هم، في كرب، يعني باينة خالص. اللهم سلمنا ونجنا. طيب نفرض واحد مثلا ينوي الزواج ورأى في المنام عجينا نقيا، شاب كده، نسأل الله تعالى أن يسعد شبابنا بإذن الله، وأن يرزقهم بالزوجة الصالحة، وأن يتمم لهم بخير بمشيئة الله تعالى، الدكتور أحمد وغيره إن شاء الله تعالى من الشباب، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم ويسعدهم جميعا، آمين رب العالمين. يبقى في زوجة صالحة، شاف عجين نقي كده وهو ينوي الزواج، يبقى إن شاء الله في زوجة صالحة تقية بمشيئة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يحقق أملنا وأن يبارك فينا. ومر الوقت سريعا مع حضراتكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.